أهلا بكم مشاهدينا الكرام في منشيت الأربعاء وقراءة في عناوين صحف اليوم برفقة الصحفي طارق بورسلي. مرحبا بك معنا أستاذ طارق. أهلا بك. ومشاهدينا إلى أبرز العناوين المحلية بعد هذا الفاصل. البداية من صحيفة النهار التي عنونت أن صباح الخالد ترأس وفد الكويت في اجتماعات أممية رفيعة. وذكرت النهار أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ترأس أمس الأول الاثنين وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى والمعني بإصلاح الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت النهار إلى أن هذا الاجتماع الذي ترأس أعماله الرئيس الأمريكي يأتي في إطار دعم جهود الإصلاح التي يبذلها السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتفعيل دور أنشطة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتمكين أجهزتها من القيام بدور أكثر فعالية وحيوية. تحول إلى صحيفة الجريدة التي أوردت رفض وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ما يشاع حول رغبة الوزارة في خصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكدة احترام القانون عموما والقانون رقم 118 لسنة 2013 والصادر بشأن الجمعيات التعاونية خصوصا الذي لم يسمح بخصخصة الجمعيات. ننتقل إلى صحيفة الأنباء التي عنونت المنشيت الديوان أكد أن الترشيح يشمل الحاصلين على الدكتوراه والماجستير ومؤهلات الحقوق والقانون والمحاسبة، توظيف حملة الشهادات العليا والتخصصية الأحد. تحت هذا العنوان تكتب الأنباء: أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه سيقوم بترشيح جميع المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة المؤهلات العليا كالدكتوراه والماجستير والحقوق والقانون والمحاسبة الأحد المقبل. وأكد الديوان أنه بذلك سيتم توفير فرص عمل مع مراعاة الرغبات المحددة من قبل المسجلين في ضوء الاحتياجات الواردة من الجهات الحكومية بهذا الشأن، تلفت الأنباء. أستاذ طارق، بالنسبة لما تقدم به الخبر، هل بالفعل هو وصفة ناجعة لتوفير فرص عمل وخفض نسب البطالة؟ أول شيء هو قد يكون وصفة للحلحلة لكنه مو حل جذري، لأن احنا عندنا هذيل الخريجين أو حملة الشهادات هذه كم عددهم بالنسبة لل 18,000 اللي واقفين ينطرون الوظيفة؟ فلذلك ما زال في عدد من الوظائف يحتاج التكويت، يعني زيادة عن اللازم يشغلها وافدين. في هذا السياق أنا كنت طبعا كتبت مقال سابق يعني اقترحت فيه أن يكون تشكيل لجنة عليا تتبع لمجلس الوزراء، يكون أعضائها ما بين المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والتعليم العالي والمؤسسات أيضا العسكرية وديوان الخدمة والقطاع النفطي لوضع تصور، طالما احنا عندنا بفضل الله يعني خطة تنموية 2035 لابد أيضا أن ينظر لهذا الأمر من باب نوعية المخرجات واحتياجات سوق العمل، وهذا كله أتمنى تكون اللجنة هذه موجودة وتتبع لمجلس الوزراء تنظر في هذا الأمر. نعم. أيضا مشاهدينا في الوسط، بدأوا استخدام التوقيع الإلكتروني في المراسلات مع الجهات الحكومية. تحت هذا العنوان تكتب الوسط: أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي بدء استخدام التوقيع الإلكتروني في إصدار وتوجيه الكتب والمراسلات مع كافة الجهات الحكومية وفقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية. وقال المدير العام للجهاز بالإنابة قصي الشطي في بيان صحفي أمس أن تكنولوجيا المعلومات شأنه في ذلك شأن 80 جهة حكومية تستخدم نظام التراسل الإلكتروني الحكومي بغية تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته. إذن أستاذ طارق، هنا بدء لاستخدام التوقيع الإلكتروني في المراسلات الحكومية، برأيك ما أهمية هذه الخطوة وإلى أي مدى ستسرع في المراسلات الحكومية؟ طبعا هذه خطوة مهمة جدا، لأن هذه الخطوة راح تضفي نوع من الأمان والتشفير والحماية لكل التراسل الحكومي عن الاختراق وال يعني اي تسريبات وكذا، وايضا بتضمن يعني سرية المعلومات المتداولة حكوميا، وايضا راح تساهم ايضا في التسريع. وبالعكس هذه خطوة تأخرت جدا، يعني كان يفترض ان احنا من زمان نكون مقدمين عليها. يعني مشاهدينا، منشيت الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل.
وقبل أن نواصل قراءة عناوين الصحف العالمية، انضم إلينا من رام الله مراسلنا فالح نصير. فالح، مرحبا بك معنا نصير. فالح، مرحبا بك. فالح، سنبدأ معك بأهم أنشطات الصحف الفلسطينية لهذا اليوم. نعم، نبدأ بصحيفة القدس وهي الصحيفة الأوسع انتشار في الأراضي الفلسطينية، التي جاء المنشط فيها: الرئيس يخاطب الجمعية العمومية ويلتقي ترامب اليوم، خلافات بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي ستمنع صدور بيان مشترك. هنية، وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: حركة حماس جاهزة لاستقبال حكومة الوفاق وتسليمها مهامها في غزة. اعتقال أفراد خلية من سلوان خططوا لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، ومجلس الوزراء يؤكد دعمه للرئيس محمود عباس ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. ترامب يتجاهل الاحتلال والقضية الفلسطينية في خطابه أمام الأمم المتحدة. هذا أهم ما جاء في صحيفة القدس لهذا اليوم. ننتقل إلى صحيفة الأيام: ترامب يهدد كوريا الشمالية بتدميرها بالكامل ويحمل على إيران ونظامها الدكتاتوري الفاسد. المالكي، وهو وزير الخارجية الفلسطيني: الاعتراف بالدولة والحماية الدولية ووقف الاستيطان في صلب خطاب الرئيس اليوم. نعم. هنية، مستعدون لاستقبال الحكومة وتسهيل عملها في قطاع غزة وننتظر إلغاء الإجراءات. الاحتلال يعلن اعتقال خلية أشباح سلوان، والحكومة مستعدون ولدينا الخطط الجاهزة لتسلم مؤسساتنا في قطاع غزة. ننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة وهي الصحيفة الحكومية الرسمية. الرئيس، أي يقصدون هنا الرئيس محمود عباس: لم ولن نوقف مخصصات الشهداء والأسرى، نعارض التطبيع العربي مع إسرائيل، ولن يكون هناك لقاء ثلاثي مع ترامب ونتنياهو إن لم نكن متيقنين أن هناك نتيجة له. أبردينا، وهو الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: موقف الرئيس في الأمم المتحدة بعد لقاء ترامب سيتناول كافة القضايا بالثوابت الوطنية. القدس المحتلة: أبراج مراقبة في باب العمود وهدم وأحكام بالإبعاد والإقامة الجبرية والحبس. مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل للرئيس ورفضه المسار الاقتصادي بديلا عن السياسي. هذا أهم ما جاء في الصحف الفلسطينية الصادرة لهذا اليوم. نعم فالح، بالنسبة للاجتماع الذي عقد بالأمس للوقوف على آخر مستجدات المصالحة بين فتح وحماس، ما الذي تخض عنه هذا الاجتماع؟ يعني هناك اجتماعات كانت مستفيضة للبحث في أسس إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 10 سنوات لإزدال الستار على هذا الملف الذي يعتبره الفلسطينيون صفحة سوداوية في تاريخ النضال الفلسطيني، ويتمنى الشارع الفلسطيني بلوغ المصالحة وولوجها لتوحيد الجهد الفلسطيني الكامل وإعادة اللحمة بين قطاع غزة والضفة الغربية. الحكومة الفلسطينية أكدت استعدادها التوجه إلى قطاع غزة وتسلم مهامها والبدء في ممارسة عملها في قطاع غزة، وحركة حماس أيضا أعطت خطوة إيجابية بحل اللجنة الإدارية التي كانت تعتبرها الحكومة الفلسطينية بمثابة حكومة ظل في قطاع غزة. بعد عودة الرئيس محمود عباس من الأمم المتحدة، حيث أنه سيلقي مساء اليوم خطابه، سيصل إلى الأراضي الفلسطينية السبت المقبل، سيعقد اجتماعات مستفيضة مع القيادة الفلسطينية، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية حركة فتح والحكومة الفلسطينية للبدء بتنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية، وستتجه الحكومة الفلسطينية لتسلم مهامها في قطاع غزة في ظل المباحثات التي أجريت برعاية مصرية بين وفدي حركة فتح وحماس. هذا الملف ربما هو الملف الذي ينظر الفلسطينيون إليه بعين الأمل في ظل ما يعانيه الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة، من حصار مطبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتدهور كافة مناحي الحياة. أيضا ينظر الفلسطينيون أيضا إلى خطاب الرئيس الفلسطيني الذي سيحمل أهمية كبيرة في هذه الليلة في ظل انغلاق الأفق السياسي وحالة الجمود التي تكتنف المشهد السياسي والتصعيد الإسرائيلي المفروض وتنصل تل أبيب من استحقاقات السلام في ظل اشتراطاتها ولاءاتها ووضعها العقبات والعثرات في طريق التوجه نحو عملية سياسية تنطلق من أرضية صلبة، وهو ما يؤرق الفلسطينيين في ظل اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب ترمي من خلالها إلى فرض سياسة الأمر الواقع وعبر الاستيطان الذي
سينهي حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة ستكون مقطعة الأوصال وأشبه بفتات. أيضا اليوم هناك اقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في ظل حلول الأعياد العبرية واليهودية، وسلطات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا محكما على الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة وأغلقت المعابر لتأمين احتفالات المستوطنين. نعم. هذه هي أهم الأحداث في الأراضي الفلسطينية. بالنسبة لوفد حماس الذي يزور موسكو اليوم، ما الذي تعول عليه حماس من زيارتها لموسكو؟ يعني حركة حماس تريد أن توري المجتمع الدولي أنها مستعدة لإغلاق ملف الانقسام والولوج نحو مصالحة وطنية واضحة في ظل ما يعني تنصل المجتمع الدولي أو اكتفائه بالإدانة والاستنكار، حيث أن المجتمع الدولي يدعو الفلسطينيين إلى الوحدة قبل الانطلاق والحديث عن الاحتلال وعن عملية التسوية السياسية. وقد ظل المجتمع الدولي يعتبر الانقسام الفلسطيني ثغرة يبعد فيها الفلسطينيون، كلما حاولوا التوجه إلى المؤسسات الدولية لانتزاع حقوقهم يعودون إلى المربع الأول ويدعو الأطراف الفلسطينية كافة إلى العودة إلى المصالحة ثم الانطلاق إلى الحديث عن الأوضاع السياسية والاحتلال الإسرائيلي. والكل يعلم أن المجتمع الدولي يمارس سياسة الكيل بمكيالين والانحياز الأعمى إلى جانب تل أبيب، أيضا الولايات المتحدة التي تعتبر إسرائيل بمثابة الحديقة الخلفية لها وتحاول غض الطرف عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتركيز على المصالحة الفلسطينية، وهي عبارة عن ثغرة يستخدمها المجتمع الدولي للضغط على الفلسطينيين حتى لا يتوجهوا إلى المؤسسات والمنظمات الدولية. وبناء على ذلك وفد حماس ووفد حركة فتح أجمعوا على نقطة واحدة ألا وهي الوحدة في وجه كافة المخططات، ومن ثم الانطلاق من أرضية صلبة لمواجهة الاحتلال حتى الإسرائيلي وحكومة سياق السؤال. يعني فقط أنا أتحدث عن موضوع زيارة حماس لموسكو، إلى أي مدى ستساهم هذه الزيارة في موضوع المصالحة مستقبلا؟ يعني هذه الزيارة تندرج في إطار الرسائل التي تبرق بها حماس إلى المجتمع الدولي من خلال أيضا دخول روسيا على الخط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بين طرفي فتح وحماس لإنهاء هذا الانقسام. هذه رسالة تبرق بها حماس إلى المجتمع الدولي بأنها مستعدة ووفق الضمانات التي يراها المجتمع الدولي أو من يقفون على الاتفاق بين فتح وحماس، فهي مستعدة لتسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية شريطة الاحتفاظ بأمن قطاع غزة الداخلي، وخاصة وأن هناك 300 أسرة تحمل الجنسية الروسية في قطاع غزة. مشاهدينا نشكر مراسلنا من رام الله فالح نصير فالح. وأستاذ طارق، أريد تعليق منك حول موضوع المصالحة ما بين فتح والحماس، وهل سيتمخض هذه المصالحة عن يعني عن نتائج ربما تفيد الشعب الفلسطيني وعملية السلام أيضا؟ والله احنا نتمنى ذلك حقيقة. يعني أعتقد أن الانقسام بين فتح وحماس أخذ مدة طويلة وما انظر فيه إلا الشعب الفلسطيني يعني، وأيضا احنا نتمنى يعني أن يكون هذا خطوة جديدة في تحريك عملية السلام برمتها يعني. نعم. مشاهدينا منشيت الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. صحيفة الجارديان البريطانية تحدثت عن إسقاط الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل، ما قال أنها طائرة حربية إيرانية تابعة لحزب الله اللبناني على الحدود السورية. وتضيف الصحيفة بأن الحادث وقع قبل ساعات قليلة من أن يتحدث نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يدعو إلى بذل جهود دولية أقوى ضد إيران، بما في ذلك تعزيز عمليات التفتيش على المواقع التي يحتمل أن تكون مرتبطة ببرنامجها النووي.
أيضا على حافة الحرب تحذير ترامب المرعب للعالم، سوف أدمر تماما كوريا الشمالية. تحت هذا العنوان كتب صحيفة إكسبريس البريطانية عن التهديد شديد اللهجة من ترامب إلى بيونغ يانغ. ترامب قال في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إذا اضطرت أمريكا إلى الدفاع عن نفسها أو حلفائها فلن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية. كما حذر الرئيس الأمريكي من منافسيه الآخرين سيذهبون إلى الجحيم، وقال ترامب: يجب أن نعمل معا ضد أولئك الذين يهددون بالفوضى. بالنسبة للموضوع أيضا ذاته تناولته صحيفة USA Today، خطاب ترامب بتدمير كوريا الشمالية تماما يثير شبح الحرب النووية. وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا أن الرجل الصاروخ في إشارة إلى كيم جونغ أون يقوم بمهمة انتحارية لنفسه ونظامه، وإذا استمر في هذا الاتجاه يقول ترامب لن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية تماما. أستاذ طارق، يعني وصف ترامب كيم جونغ أون بأنه الرجل الصاروخ، هذا آخر ما أطلق عليه اسمه. برأيك يعني بعد التصعيدات، بعد التهديدات من دونالد ترامب، هل بالفعل سيكون هناك حرب على كوريا الشمالية؟ لا والله ما أتصور إن شاء الله يكون في حرب. الأمر عفوا ما يخرج من باب التهديد والوعيد، يعني لأن التصعيد هذا راح يقوض جهود الأمم المتحدة اللي قاعدة تطالب بحل الأمر بشكل سلمي بنفس الطريقة اللي مشت فيها مع إيران من خلال 5+1. نعم. وأعتقد الشغلة هذه قد تكون فيها نوع من الخطورة، فإذا ما وإحنا نتذكر استخدام أمريكا للقنبلة النووية في حربها العالمية الثانية على اليابان وتأثيراتها إلى يومنا هذا. نعم. فما أعتقد التدمير راح يشمل كوريا الشمالية فقط. نعم. وإنما راح يتسع نطاقه يعني. نعم. مشاهدينا سننتقل الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة القدس العربي للأكاديمي عمرو حمزاوي تحت عنوان: لماذا يشيح العالم بوجهه بعيدا عن مأساة روهينجيا؟ يتهم فيه السلطات في ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وممارسة تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجيا. ويقول في تفسيره للموقف السلبي للعالم إزاء الإبادة هناك أن الرأي العام في الغرب وبعيدا عنه تابع خلال السنوات القليلة الماضية وعلى شاشات التلفاز وعبر الوسائط الإعلامية المتنوعة من المآسي الإنسانية في سوريا وليبيا واليمن والعراق وفي بلدان أخرى، وأيضا على شواطئ المتوسط، ما حصنه سلبيا ضد التفاعل مع التصفية العرقية لمسلمي الروهينجيا. المشاهد تتكرر، ومن ضمنها المشاهد المفزعة للقتل والحرق والدمار والعنف، ومع تكررها يحصن الناس عقولهم وضمائرهم ومن قبلها حواسهم ضد التعاطف والتضامن مع المضطهدين لكونهما لا يكفيان أبدا لوضع حد لجنون الإنسانية المعاصرة. كيف تعلق على هذا المقال أو ما جاء به؟ والله يعني هذه أعتقد أنها نظرة تشاؤمية الحقيقة، ولكن هو محق فيها الكاتب لأن الشواهد كثيرة أمانة يعني. ولكن احنا شفنا أيضا كيف وقف العالم في مشكلة البوسنة والهرسك في وقتها، لكن الآن أصبحنا نشوف العالم متسارع والجرائم في تكرار متواصل. مسألة الروهينجا هذا شيء يعني ما كان يدري عنه الناس. فيما يتعلق بالخطاب الذي ألقته بالأمس سان سو تشي المستشارة البورمية، كيف تعلق على ما جاء في خطابها؟ والله أنا أتصور أن هذا خطاب تضليل، يعني شبيه بالتضليل اللي كان يمارسه صدام حسين والنظام السوري بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية، وأيضا هي قاعدة تحاول أنها ترضي الجيش البوذي لأنه هو طبعا مسيطر على كل الأحداث هناك يعني. وأيضا قد تكون هي شعرة بالحرج خاصة بعد المطالبات بإسقاط جائزة نوبل منها يعني، فقد يكون هذا مجرد تلميع، ولكن أيضا هذا يعني كلام مستهلك إعلاميا يعني. نعم، هي بالأمس أيضا تحدثت، قالت بأننا مستعدون لتنظيم عودة مسلمي الروهينجيا بعد التأكد من هوياتهم، وهم بالأساس لا يملكون هذه الهويات. ما معنى ذلك؟
وشلون راح وكيف حيرجعون وهم اصلا كانوا سبب في تهجيرهم يعني. نعم، فبالتالي هنا هي فضحت الحجج من اجل عدم عودتهم الى منازلهم والى بيوتهم. بالفعل تصريحاتها كلها استهلاك يعني مجرد شو للعالم ان احنا يعني ما عندنا تطهير عرقي، وهذا مو صحيح، لان كل شيء ظهر على وسائل التواصل ووسائل الاعلام كلها يعني. حتى انها لم تذكر بالامس كلمه الروهينجيا، فقط اكتفت باللاجئين على الحدود مع بنغلاديش، يعني لم تذكر حتى الكلمه، هذه الكلمه غير مسموحه على ما يبدو في قاموسها. مشكله الروهينجيا هذه من اكثر من 300 سنه يعني، فاستحاله انهم راح يعترفون فيها مؤخرا يعني. نعم، اذا مشاهدينا سننتقل الان الى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير الأول اخترناه من صحيفة القدس الفلسطينية، ونعلق على المصالحات الفلسطينية بين فتح وحماس. والله هذا الكاريكاتير يبين مدى التشاؤم لدى الشارع الفلسطيني، وكما يعتقد أنه لأن كان فيه تجارب سابقة كثيرة بات بالفشل في التصالح، فاحتمال يكون هذا أيضا رأي الشارع في المصالحة القادمة يعني. نعم، أيضا العجلة مهترئة وتمشي على خط متأرجح وقريب الهاوية. نعم، إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من منشيت الصحافة. أشكر ضيفي الصحفي طارق برسلي على تواجده معنا، وأشكركم أيضا على كرم المتابعة. إلى اللقاء.